والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشايخنا الكرام وأساتذتنا الأجلاء، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث تقديري وشكري إلى القائمين على هذه الندوة العلمية المتميزة، وعلى رأسهم شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بامبا حفظه الله ورعاه، الذي لا يشق له غبار ولا يتنازع في علو كعبه صغار ولا كبار. وبعده أبعث بشكري إلى دكاترتنا الأعلام الذين لهم في كل فن قلم صدق وإلمام، الذين شاركوا في تلك الدورة التي كانت أختا لهذه الندوة بنثر الدرر الفقهية كالدكتور عمر بن قوي حفظه الله، وإلقاء الجواهر القرآنية كالدكتور عثمان خمارة، وتوشيح الأبواب الأقلية كالدكتور موري، وبسط الأبواب الأصولية كدكتور إسماعيل كرومة حفظهم الله جميعا. وبعد، أيها الإخوة، فإن هذا العنوان الذي هو التعاون والتعايش السلمي بين المؤسسات عنوان مهم جدا ومناسب، لأن التعاون ضرورة حياتية ومطلب إنساني وقرار إلهي. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها السادة، إن هذه الآية لقد تصدرت بالأمر بالاعتصام، والاعتصام هو عين التعاون، بل هو أقوى من التعاون، لأن الاعتصام وعاء الأخوة، والسلم التسامح والتعايش السلمي في جميع الزوايا الحياتية كلها والملتقيات الإنسانية بأنواعها من مشاريع تجارية ربحية ومؤسسات تعليمية نفعية وغير نفعية. إذن فالتعاون والتعايش السلمي ضرورة مطلقة لتسوية العلاقات الإنسانية في المجتمعات والأوطان والمؤسسات، لأن البديل عن التعايش هو الإلغاء والإقصاء وما يترتب عليهما من عنف وفوضى، ونسأل الله أن يعيذنا من العنف والفوضى. طيب، قبل أن أدخل في الأسباب التي تعيق عملية هذا التعاون والتعايش السلمي، يعجبني أن أذكر لكم صورة من صور التعاون التي عادت إلى البشر بأواعد كثيرة وفوائد جمة. نأخذ على سبيل المثال عالم الحواسيب. كما تعلمون كانت هناك محاولات كثيرة وعديدة لتصميم آلة تساعد الإنسان في ضبط الحساب ومعالجة البيانات المتراكمة والمعطيات المنطقية المكاثفة. فكانت هناك محاولات كثيرة في عالم الحواسيب لصنع هذه الآلة عن الكمبيوتر، بدءا من ماشين باسكال وشارل بابل ماشين انجين 1 انجين 2 حتى إلى إلكترونيكو ماشين وما إلى ذلك. كل هذه الآلات، هؤلاء الخبراء في عالم الحواسيب كانت لهم محاولات عديدة لصنع هذه الآلة، لكن كلها كانت محاولات فردية لكن بعد المؤتمر الذي هو The Lecture of School
the lecturer of law school at Pennsylvania University بعد هذا المؤتمر وتواته المكثفة استطاع عن المؤتمر الذي شارك فيها خبراء الأواسيب من بريطانيا وأمريكا بعد هذا المؤتمر استطاع خبراء الأواسيب أن يصنعوا آلة إلكترونية بشكل محترف وهندسي عالي جدا. لماذا؟ لأنهم شاركوا في هذه الدورة وفي هذا المؤتمر من بريطانيا وأمريكا بشكل متعاون. هذا يعني أن التعاون والتعايش السلمي لو التقت بريطانيا وأمريكا بخبراتها أو التقت أمريكا بخبراتها وبريطانيا بخبراتها مستقلة لما وصلنا إلى هذا الجهاز الآلي الذي بأيدينا الآن. طيب، لكن هذا التعاون أيها الإخوة كما هذا هو صلب الموضوع، هذا التعاون هناك بعض أسباب تعيق عملية هذا التعاون وتسبب تعطيلها وفشلها، سأذكر منها ما يلي. أولا المصلحة الذاتية، المصلحة الذاتية أو المصلحة الشخصية. أيها السادة، إن الكفاح المفرط من أجل المصلحة الذاتية خطره وبيل وشره مستطيل بين الأفراد داخل المؤسسة نفسها، فكيف إذا تفجرت قنابلها بين المؤسسات المختلفة في مسارحها والمتناقضة في مسارحها؟ فالحق أن شظايا هذه القنبلة ستجعل رباط التعاون مفككة وعلى التعايش السلمي منفصمة، وتجبر كل مبدع يرى في نفسه كفاءة إلى إنشاء مشروع خاص به مع إضمان السوء لأخيه وظن السوء به. ولسان حاله قد تفسر البيئة الرعناء أدمغة بها تغنى لسان الدهر مفتخرة، إذا حكمت على الحر الكريم بأن يعيش بين لئام عاش منتحرا. وهذا ما نلاحظه الآن على الساحة من كثرة المؤسسات مع التدابر والتناقل فيها إلا من رحم الله وقليل ما هم. السبب الثاني كما يبدو لي، السبب الثاني هو المنافسة الزائدة. المنافسة أيها السادة في الحسنات خير ومنفعها كبير جدا، يقول الله سبحانه وتعالى وبذلك فليتنافس المتنافسون. لكن المنافسة إذا أصبحت زائدة وتجاوزت حدودها فإنه يمكن أن ينتج عنها عدم الرغبة في التعاون بين المؤسسات والتعايش السلمي. لماذا؟ لأن الهدف الأساسي يكون حينذاك هو التفوق على الآخرين بدلا عن العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة التي ترتقي بالأمة. وهذه المنافسة الزائدة أحيانا قد تنتج أو قد يتولد منها ميكروب الحسد والحقد بين الأفراد والمجتمعات. السبب الثالث كما يبدو لي نظرا إلى الوقت، السبب الثالث التهميش ومكابرة الذات. هناك أيها السادة بعض مؤسسات أربابها يضعون أنفسهم موضع الملائكة في الطهر والأنبياء في الكرامة، فينغلقون على أنفسهم ولسان حالهم ورثنا هذا المجد كابرا عن كابر، ووصلنا إلى هذا الشرف جدا من أبي. فينغلقون على أنفسهم ويهمشون الأباقرة المبدعين ويرون الانتفاضة إلى المؤسسات الأخرى ذلة عليهم وإهانة لشرفهم، وهذا في الحقيقة يقتل ثقافة التعاون ويقضي على روح التعايش السلمي بين المؤسسات. وهناك صورة أخرى، هناك بعض المؤسسات هي أكثر تقدما وقدما من أخرى فيعبى ويرفى تعبى وترفض عن مد يد التعاون إلى الأخرى لأنها ترى نفسها أكثر تقدما وقدما.
والسبب الرابع وماذا؟ التوزيع غير العادل. التوزيع غير العادل مما يثير الاستياء ويجعل القلب يتميز من الغيظ ويتآكل الفؤاد تآكل الجلى فيه هو التوزيع غير العادل. ما هو التوزيع غير العادل؟ هو إعطاء من لا يستحق وحرمان من يستحق. إعطاء من لا يستحق وحرمان من لا يستحق وحرمان من يستحق. تشريف من لا يستحق وتهميش من يستحق. يقول القائل أب التفوق ما في بابه حرص لكنه درب أرزاء وأخطار والناس يؤلمه المرء النبوغ وإن تقدم نحوه في المدح والغالي. كم من أديب والجو يقوله ومجرم حوله نهر الغنى جاري. فالأبقرية تضحية وحرمان وليس يخل إلا كل جبار. الخامس هو ماذا؟ التهور ومحاولة إسقاط الغيب. التهور ومحاولة إسقاط الغيب. أيها السادة، إن الإنسان الذكي أو إن الإنسان الناجح والمثقف الذكي رغم حركاته الديناميكية الهادفة وإنجازاته أو ثوراته الكوبرنيكية النافذة يحاول جهدا لينخرط في الصف والذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن ما يلاحظ الآن على الساحة خصوصا من طرف الشباب ليس من باب العقل ولا من باب الحكمة، فكأن بعضهم لم يتعلموا إلا ليسقطوا سابقين من المشايخ والأساتذة ولا يضعون لبنات مؤسساتهم إلا على أنقاض مؤسسات من سبقهم. وهذا في الحقيقة يقضي على التعاون والتعايش السلمي. وكما يقول المثل ليس من الحكمة والمنطق أن تعيش في الماء وتعتبر التمساح عدوا لك. إذن فالتهور هذا ومحاولة إسقاط الغير. أنت شاب ذكي وناشئ جئت بمشروعك أسس مؤسساتك لكن لا تحاول أن تؤسسها على أنقاض من سبقك. كما يقول الحليم ولا أواخي من يلغي الأواخي. كيف أواخي وأنت تلغي الأواخي؟ أو كما يقول جزيت من أعلق بحده جزاء من يبني على أسه وكلت للخل كما قال لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يوم هو أكثر من أمسه وكل من يطلب عندي جنا فما له إلا جنى غرسه ولست بالموجب حقا لمن لا يجب الحق على نفسه وربما ذاق الهوى خالني أصدقه المدة على نفسه وما درى من جهله أنني أقضي غريم الدين من جنسه فاهجر من استغباك هجر القلى وهبوك الملحون في رمسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه. إذن أيها الإخوة لا يمكن وليس من المنطق أبدا أن تحاول أنت أن تهدم مؤسسة غيره وتريد منه أن يحبك أو أن يتعاون معك. هذا ما يمكن مطلقا. أيها الإخوة ما ذكرته الآن من الأسباب هذه الأسباب نعتبرها بالنسبة إلى المؤسسات العربية لأن العنوان تتطال يدها أيضا على المؤسسات غير العربية. أيضا هناك بعض الأسباب لأن المؤسسة تختلف عن الديانة. المؤسسة تختلف عن الديانة والتعاون أيضا مطلب إنساني قبل أن يكون مطلب إنساني عموما.
إذن من هذه الأسباب التي قد تقضي على التعاون والتعايش السلمي بين المؤسسات العربية وغير العربية، من هذه الأسباب عدم التواصل الفعال، عدم التواصل الفعال، عدم وجود التواصل الفعال ومفتوح بين المؤسسات التعليمية كانعدام تبادل الحوار والأفكار وغياب برامج ومشاريع مشتركة كإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات الثقافية يشارك فيها المؤسسات على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم وقيمهم. هذه الصنعة قد تؤدي إلى صعوبة في فهم بعضها البعض، وقد يسهم في حدوث مشاكل التعاون، إما أن هذه الفجوة قد تؤدي إلى التصادم بين هذه المؤسسات العربية وغير العربية. ومن يعيش في غينيا عموما خلال الاختبارات الحكومية كخلع أو كمسائل خلع النقاب والتهميش أوائل والازدراء بأوائل الأقسام العربية خير دليل، خير الدليل. فلو كانت هناك علاقات متينة وتعاون فعال بين هذه المؤسسات المختلفة ثقافتها لما حدث هذا التصادم الذي يحدث خلال هذه الفترات الحكومية، لكن هذه المؤسسات الفرنسية أو الأجنبية ترى المؤسسات العربية عدوا لها. إذن عدم التواصل الفعال بين المؤسسات سواء العربية وغير العربية قد يكون سببا في حدوث مشكلة أو في إعاقة التعاون بين هذه المؤسسات. وفي النهاية أذكر ما لعوا عدم احترام التنوع والاختلاف، فقد تتعامل مع المؤسسة أحيانا تتعامل مع المؤسسات التعليمية هي تختلف عنك من حيث الثقافة واللغة والخلفية الاجتماعية، لأن هذه المؤسسات تختلف عن الدين. إذن فهذا في باب المعاملة. إذن نظرا إلى الوقت، إذا وصلت هنا أرسي سفينة الكلام على جولي التمام نظرا لمقتضى الحال والمقام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.